عياش عبد الله، مخترع مغربي تقني في الشركة الوطنية الطرق السيارة بالمغرب لأزيد من 26 سنة. ركمت فيها واحد الخبرة كبيرة اللي ساعدتني في ميدان الاختراع طبيعة الحال. خريج المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية وحصل على 4 دبلومات تقني وتقني متخصص في ميادين مختلفة. بالنسبة للجوائز المحصلة عليها كانت وطنيا ودوليا، فأول خروج ديالي وطنيا على الساحة الوطنية كان في 2016، وكان لازم كنتذكر كانت حملة ديال زيروميكا، ومن ديك الساعة حصلت على جائزتين وطنيتين وجائزة ثالثة في الطريق إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة. بالنسبة للجوائز الدولية كانت عدة جوائز، كانت جوائز ذهبية بتركيا في واحد الحدث اللي تنظم بالمناسبة ديال الحدث الأليم ديال كوفيد-19، خديت فيها ذهبية كانت نحاسية، وكانت مجموعة من الجوائز أيضا في واحد الحدث وطني غير هو كيتقام في المغرب ولكن هو دولي، يعني كيشاركوا فيه مجموعة من الدول كان كيتقام من طرف أوفيد ماروك، يعني وخديت فيه ماستر دينوفاسيون، وكانت جوائز فضية أيضا. بالنسبة يعني غادي نقول لك الحدث البارز اللي كان هو الحصول على جائزة أحسن اختراع في كوريا الجنوبية في 2019، وصراحة كان واحد البريز إلكتريك اللي فيه بزاف ديال المميزات كتختلف على البريزات اللي كاينين حاليا في السوق. هذا الابتكار الجديد كيفاش كيخدم؟ عندنا مثلا كما كتعرفوا كاملين فالمدينة فيها سرعة 60 كيلومتر في الساعة، مثلا خارج المطار الحضري كنلقاو مثلا 100 كيلومتر في الساعة، في طريق السيارة كنلقاو 120 كيلومتر في الساعة. إذا فهاد المعطيات هادو حاولنا نستغلهم وباش نقوموا بهذا الابتكار ديالنا. حاليا عندي واحد العمل جديد اللي هو عباره عن ابتكار جديد اللي كيهم واحد الحل الحد من الحوادث السير، وخاصه الحوادث المميته، لان كنعرفوا السبب الرئيسي ديال حوادث السير هو السرعه المفرطه. فكاين بزاف ديال يعني الحلول الزجريه بالنسبة للمخالفات اللي كيسجلوا المتهورين أو للناس المخالفين، وكاين حلول تحسيسية اللي ما كتلقاو الناس مجموعة من المتدخلين كيقوموا بواحد الحملات تحسيسية، ولكن رغم ذلك كتلقاو واحد الفئة من الناس صراحة ما كيستجبوش لهذا الشيء كامل. فجاتني فكرة كنقول حان الوقت، لأن هذه الفكرة كانت عندي أكثر من 5 سنوات ولكن لم أفصح عنها، ولكن اليوم جاء الوقت ديالها باش نفصح عليها، لأن كيف ما قلت لكم جاء الوقت اللي خصنا ندخلوا في الكومبورتمون ديال الكونديكتور أو لذاك السائق بواحد الطريقة غير مباشرة ودون المساس بالخصوصية ديالو، لأن هذا الشيء كيمنع عليه كيمنعوا القانون بطبيعة الحال. إذا فهنا جاتني فكرة ديال واحد الابتكار جديد اللي كنتحكموا في السرعة ديال السيارة أو لا ديال المركبة بصفة عامة دون التدخل ديال السائق. كل مكان وفيه السرعة المحددة ديالو، لطروت خارج لطروت المدار الحضري كل بلاصة عندها السرعة المحددة، غيكونوا مثلا في الدخلة ديال المدينة غيكونوا دي بورتيك. الدخل شنو هو لي بورتيك؟ هو هاد لابارتي ميتاليك اللي كتشوفوها هي هذه ديال الحديد. نحاولوا نحيدوا هاد لي بانو، هادو ما كاينينش، تصوروا معايا كاين غير هاد لابارتي ميتاليك ديال الحديد، هادو هما اللي كيتسموا لي بورتيك. في الدخلة ديال المدينة أولا في لطروت أولا خارج المدار الحضري كيكونوا هاد لي بورتيك هادو، وكيحملوا واحد ديزيميتور، يعني هادو كيكونوا ديزيميتور أولا مرسلين ديال واحد الإشارة كيكون في هاد لي بورتيك هادو هنايا بحال هاد الشكل. والمركبة ديالنا كانت حافلة أولا سيارة أولا شاحنة، فضروري تدخل مثلا لطروت غادي تدخل من هنايا غادي تدوز، أشنو كدير؟ كتلقى الإشارة اللي جاية من هاد لي بورتيك، كاع المركبات اللي جايين مثلا هما هادو كيتلقاو الإشارة. إذا أوتوماتيكمو كانت الجهاز اللي غادي نتكلموا عليه هو جهاز كيقوم بتغيير السرعة ديال السيارة وكتبقى ثابتة طبيعة الحال، لأن عندها واحد صراحة ملي المركبة كتدخل في المدار الحضري مثلا وهي بوحدها ما كتفوتش واحد 60 كيلومتر في الساعة بواحد الطريقة أوتوماتيكية، إذا فالتدخل ديال العنصر البشري أو السائق ما كتبقاش عنده واحد القيمة في هذه الحالة. بحال لو سيستيم ديال ليميتاتور دو فيتاس اللي كاين دابا في لي فيكول دابا حاليا اللي كاين في الطوموبيلات، فكتحدد السياره مثلا على 60 كتبقى غاده ب 60، كتحددها على 100 كتبقى غاده ب 100، ما كتقدرش تفوتها واخا تورك انت على الاكسيليغاتور. دونك هذا لو برانسيب، ولكن بواحد الطريقه جديده. هذا الجهاز بكل بساطه لعقدتو على الجهاز بوزيسيونير ديال البارابو، كانت عندكم تيليكوموند كتكسر لاتوش مثلا نمره 1 البارابو كيدور كيوصل مثلا لايت سيت، كتكسر نمره 2 كيوصل مثلا الاسطر. نفس الشيء بالنسبه للسياره، مثلا في لوطوروت عندنا 120 كيلومتر في الساعه، فملي كياخذ هذا السينيال ديالاش ديال 120 كيلومتر في الساعه، هذاك الجهاز كيقوم بتغيير السرعه 120 كيلومتر في الساعه في السياره، وكنماطوري واحد 10% اللي مسموح فيها مثلا ديال السرعه، وبالتالي
الكونديكتور ما كيبقاش عنده تدخل، يعني العنصر البشري ما كيبقاش عنده تدخل في السرعه، وانما كيدار هاد ليميتاتور دو فيتاس كتبقى واحد الطريقه اوتوماتيكي على حسب المركبه فين كتواجه، واش لوطوروت، واش في المدار الحضاري او خارج المدار الحضاري، فهي كتلقى الاشاره ديال السرعه المناسبه لذاك المكان اللي هي فيه. وبهذه المناسبه كيف ما كنعرفوا في البرنامج الانتخابي ديال الحكومه اللي كان هو الشعار ديالو هو حكومه كفاءات، فبهذا يعني كاين نداء ان الكفاءات المغربيه ملي تعطي مثلا واحد لا سوليسيون لواحد المشكل اللي كيعاني منه مثلا من البلاد ديالنا، فكنتمنى يتم المتابعه ديالو والتجسيد ديالو على ارض الواقع، يعني باش نستافدوا منه كمنتوج وطني 100%، وهذا المنتوج هذا اللي ما لا نسوقوه لبلدان اخرى باسم المغرب، وهذا هو اللي كيبقى دائما هو الحلم ديالنا كمخترعين مغاربه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.